هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذيك المره شرحت عن هذه المجموعه تبع كلارنس، بس في وايد بنات دشوا علي طلبوا مني شرح مفصل حق الاشياء الموجوده بهذه الجنطه مالت كلارنس. فالحين راح اقول لكم عن شيء شيء. اول شيء هذا بوكس كامل، ست كامل كلارنس مسوينه، عباره عن هذه الجنطه معها هذا الشيء الجميل. تمام، الحين بقول لكم عن شيء بهذه الجنطة. هذه الجنطة فيها أشياء علاجية وتساعد المرأة وايد. مثلا في مشاكل أغلب الحريم يواجهونها، مثلا الستريتش مارك اللي هي الخطوط اللي تطلع أثناء الولادة، وقت الحمل، وقت الرجيم تطلع خطوط بالجسم وايد كريهة هذه، وعلاجها وايد وايد صعب. فالحلو بهذا الكريم إذا من أول شيء شديتي حيلج وحطيتي الكريم واستمريتي عليه، راح يخفي الخطوط المبتدئة اللي توها طالعة بسرعة وخرى. أما إذا كانت عندك خطوط قديمة وتوك مبلشة تستخدمين هالكريم، لازم تستمرين علشان يخفون، راح يخف بنسبة حلوة يعني راح تعجبك. شيء أنا بالنسبة لي شيء أحسن من ولا شيء، بس لازم الاستمرارية. هذا الكريم بنات وايد وايد حلو من كلارنس. الشيء الثاني اللي هم وايد حلو وأنا وايد أحبه، هذا زيت عبارة عن بادي تريتمنت أويل. هذا شنو يسوي؟ هذا يساعد على علاج تمدد البشرة، يعني حتى ينفع وقت المساج. إذا بتروحين عندك مساج تاخذين لأنه ترطيبه وايد عالي، يرطب الجسم، ينعم الجسم. بعد الشاور راح تحسين بفرق عجيب بجسمك بهذا الزيت. هذا الزيت أنا من زمان متكلمة عنه، والحلو إنه حطوه بهالبوكس. البوكس يعني حاطين فيه الأشياء اللي وايد مفيدة. هذا ثالث شيء حاطين لكم بادي سكراب، في نفس الحبيبات تقشر الجسم تقشير ناعم خفيف، تشيل الجلد الميت من البشره.